الزليج اذا تخدم بالايبوكسي ما غاديش يتهرس كما كتشوفوا معايا في التجربه، بخلاف اذا خدمناه او لكوليناه بالسانتوفير. خصوصا بالنسبه للاخوان اللي باغين يديروا الزليج في الدروج وباغين يديروا هذاك النيف ديال الزليج وخايفين مع المده ان هذاك النيف يطير، اذا الطريقه الصحيحه كما كتشوفوا معايا هنايا في الفيديو هو هذاك النيف يتخدم بالايبوكسي. واخا القضيه شويه كتغلى على حسب الثمن ديال الايبوكسي كيكون زايد، ولكن هذيك هي الطريقه المضمونه والطريقه الصحيحه. هانتي اختي سميره السلام عليكم. بعدا هانتي دابا مثلا هذا راه تخدم عندنا في الصندوق الشيء، يعني غير اون فوا جلس واحد شويه غير عفسنا عليه وهو يتهرس، والفرق بيناتهم هانتي دابا راه نفس الجليج اللي عندنا، نفس الجليج اللي خدمنا به هذا اللي خدمنا به هذا. هذا تخدم في الصندوق راه نجي كتشوف راه تحل، وهذا تخدم بالايبوكسي. هذا تخدم بالايبوكسي هي 40 شتي كتشوف هانتي، وهانتي هذا المرسو هذا هانتي ما هذا هو الفرق بيناتهم، وما عمر غادي يتهرس. المهم كنتمنى ان الفكره توصلك، المهم هادشي اللي بغيت نوصل لك اليوم يكون خير ان شاء الله. السلام عليكم. هانتي دابا مثلا هذا راه خدمناه بالبوكسي وتهرس، هرسنا ضربناه حتى تهرس. هادي كي كتشوفي فيها راه تهرسات البلاصه وبقات البلاصه اللي مشدوده فيها، عندي 45 شتيها يعني ما تهرساتش، هادي اللي شاد فيها هاد الايبوكسي هذا، تهرس الجليج تهرسات تهرسات المرسو هذا من البلاصه اللي ما فيهاش هذا، وبقات عندنا هاد البلاصه هادي.